شو ما قاعد صاحبي ومشيت يقولك 120,000 ريال وبنادم ما في غادي يمشي وبنادم ما عندوش الله يعلم. تنقول الله يرحم حسن الثاني كتشوف الناس ما عندهم قول لهم سالينا ما كاين شيء ومشيش يقول لك 120,000 ريال شحال جاب؟ اه قاعد 70,000 ريال 60,000 ريال بينه ومشيش يقول لك 120,000 ريال وما 16 صاحبي راه شو ما صاحبي دابا من 8 تسوح هنا نسمى ما كاين عاد تشنشيط واحد وكلهم في مول السيس هو السيس هنا هو السيس هنا انا بغيت ناخذ الضحيه هذه لله وهاد الناس راه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله شحال قالوا لك 120 صغيور هذا الشيء راه تشات الظلمه صح الظلمه صاحبي كنشوف الظلمه صح راه ما عمرني شفت في حياتي انا عمرني ما شريت حوالي 120,000 ما كلفوش 60,000 ريال هاد العام راه تشات بزاف اصاحبي ما كاينش شي واحد شات شي حولي وقال شي ثمن زوين كاينه 100 فوق وصغيور ما فيه حتى 30 كيلو وانت شحال جايلك جيب ليك شحال؟ 70,000 ريال اخويا هذا هو كاع ما شريت ليا والو ما لقيت كاع حد الحولي ديال 70,000 ريال ما كاينش هاد الناس لا مغفر لنا ولا 5000 درهم كتقول لك تيقول لك ما كاينش يجيش معاك الهضره ما يجيش معاك الهضره ابدا والو قول خويا اسمح لي ما كاين والو الناس لا مغفر لنا ولا هما هادو راه ما تيخافونا من ربي لا واحد وهادو واعرين هاد الناس واعرين الله حسبي الله ونعم الوكيل دابا عندك 70,000 انا ما غنعيش ما عندي ما ندير بالعيد ما عندي ما ندير بالعيد الناس ما عندهاش ما خداماش لا خدمه لا والو ما كاين لا خدمه لا والو وهاد الناس عباد الله قتلوا الناس عباد العروبي هادو سالوا مع الناس حاول يمشي يقول لك 130 140,000 ريال خويا غادي نقول حاسي وحده حسبي الله ونعم الوكيل انا ما عنديش ما نشريش اخو ما يعدي من الدروج نصف كذا ما يعيدوش النص والله ما يعيدوا بالله ها انت ما عرفت ما عرفت اخو راه الغضب ديال الله نزل عليهم الناس اش من علبة صاحب راه الكذوبة صاحب نعلة الله عليهم انا مجرمين هادو اعداء الله ما تيخافوش الله هاد الناس هادو واش مشيت يقول لك 120,000 ريال صاحبي في غادي بهادشي في غادي بهادشي وانت ما كاينش شي دولي 4000 درهم ما يشوفش فيك حقنا عند الله ما حقنا عند الله الحمد لله وتنقول الله يرحم حسن الثاني حسبي الله ونعم الوكيل حسن الثاني شوف فلوس ما كايناش ما كاينش على عيد وهادو صعيب راه بزاف حاول اللي حاط شي على يدك ما كاين الله يعطيك الصحه ما كاين الله يعطيك اخويا الصحه ندور معاك محال محال وتسمع درويش ما غاديش يعيش اخويا واحد 40% ولا 50% دابا ما معيداش تقريبا زيد ورا بين 2000 درهم 2500 درهم هذه بحال كتشوفها بعينك ها مراد 6000 درهم لواحد هادو 6000 درهم هاو مولاي يقول لك نعط الله وعلي نكذب عليك انا خويا الله يصوب ها كانوا كيديروها ورا بين اخويا الطرجه هي 2500 درهم هاي 6000 درهم بقاش زيدها 60,000 بقاش زيدها 50,000 ولا زيدها 60,000 ولا 70,000 وفين غاديين اخويا راه لا اله الا الله حنا ما كنشوفوش ريوسنا كنشوفو واحد الطبقه اخرى اخويا اللي كن كنراعي ولا ما عندناش ما عندنا لا جهد ما عندنا لا جهد اخويا والله يحسن العوال كل واحد اخويا وبغينا كل شيء عيد واللي ما عندوش راه يدي لاجر احسن من هذاك اللي عنده ويمشي يتسلف هذا الشيء اللي كاين اخويا راه جهدنا عليه مواد شريت 104 انا ديالي هو هذاك هذاك واقيلا ديال 104 ما معولين ما معولينش على هذا الشيء يعني زيد واحد 30,000 ريال ولا زيد كنقدروا بحال ذاك العام شرينا بحال هذاك شرينا ب 70 ومعولين على زعما الا غتشري ب 5000 راه غتشري دي حوالي ديال 5000 دابا 5000 زيد 30,000 ولا سميتو راه قاطعه شويه بحال هذا كندير 70 66 70 زايده فيه راه زايده فيه تقريبا واحد 34,000 ريال دابا المشكل ديالنا حنا راه ماشي مشكل الانسان اللي عنده موفر شويه داك الشيء راه غادي باني راسو راه الناس اللي عنده عارض 30,000 ولا 40,000 بجيبو وكيدور بها في السوق وكيمشي كيلقى حوالي 120,000 داك الشيء اللي صعيبين عليه بزاف ما عندي ما كايناش 30 40 الخروف عنده يلا خارجين للكرينات كيقول لك 70,000 مشكله راه دابا المشكله دابا الدرويش اللي واكل العصا هما اللي عنده الفلوس راه ما كيتسوق حتى شي حاجه معيد معيد يقدر ما يشريش داك اللي عنده الفلوس والدريش كيخصو ضروري يشري على حساب الوليدات الوليدات اللي دايرين هاد الحالات ما راه مسكين راه بنادم كاين اللي كيتسلف وهادي هي الظروف الانسان هادشي اللي كاين حاليا اليوم اخويا كاين الغلا بزاف حيت ما كاينش العيال
كاينه الشناقه هو اللي كاين، كاين الشناقه هو اللي كاين. والمشكله باش الشناق كون ها كنجيبو من شي سوق ولا جيبو من شي بلاصه ضارب عليه شويه الطريق والترونسبور وسميتو، زاد واحد 100 درهم ولا 200 درهم حلوه. ودابا كياخذوا من تما كيبيعوا تما كيزيد عليك 400 درهم 500 درهم في البياس في البلاصه. هادشي على من؟ تشرب على قبل العياد مسكين. بنادم جايب معاه 3000 درهم والله ما بقات كتعيد لي هاد العام، هاد العام ما تعيش لي 3000 درهم. تقريبا شتي معاك. نعم؟ شتي معاك تقريبا. لا لا عندي انا ترونسبور هنا. انا عندي ترونسبور هنايا كنرزق الله. ولكن الناس مضرورة. ما كاينش شاري لهم والو، تسوق كاع الدراري اللي كيخدموا في ترونسبور، ما كاينش والو، ما هازين والو. كاين الشناق هو اللي كاين. دخل هاد الرحبه هي هنا فيها الكاميوات فيها داكشي. كاين والو اخويا. الشناق كيزحوا لي من هنايا كيحطوا هنايا. انا شفت قلت لك شفت ناس. والله شاهد عليه، خدات تقريبا شي 6 حوليات ولا 7 من واحد البلاصه، داهم واحد 100 متر ولا كيطلب فيهم 300 400 درهم زياده. يعني في الراس في البلاصه ما خاسر والو، ولات تزيد علاش كامل علاش؟ كتدور شي هضره في مواقع التواصل، قلت لك بان السوق اليوم كان مرفوف والبيع. لا، هذا الشيء شوف هذا كتبقى هضره ديال شي منابر كيكونوا معاهم شي وحدين من صحاب سميتو كيديروا. وواحد الفكره اخويا راه شوف السوق لما تقننش راه ما كاين والو. خصو ضروري يتقنن. شنو الاسباب ديال هادشي؟ شوف الاسباب غيقول لك راجع للجفاف، متفق معاك كاين الجفاف كاين، ولكن هذيك الزياده اللي كاينه لا علاقه لها لا بالجفاف لا بغلاء ديال العلف. عندها علاقه بانسانيه ما بقاتش، هادشي كامل راجع علاش؟ بعدنا من الدين ديالنا اخويا، الدين ديالنا بعدنا منه. بنادم اللي ما كيبقاش فيه الدين وما كتبقاش فيه هذيك روح المسؤوليه تجاه اخوه العياد راه بزاف اخويا بزاف. شريت اخويا تقريبا شريت شي 15 يوم من واحد فيرما من هنايا من ولاد زيان. كنت خديت انا وخويا انا والوالد ديالي خدينا ب 6000 درهم. حيت ما لا ما بيهش، ولكن هادشي اللي تخدينا مع الكساب كوري. اما هنا راه دايرين الشناقه على الزجاج اخويا في اي سوق دابا تمشي ليه داخل كازا. الشناقه راه من بكري ماشي زعما شي حاجه جديده. ولكن الشناق يجي كان ضارب عليه، يكون ضارب عليه واحد الترونسبور ويجي يربح ديك 200 درهم 100 درهم مزيانه في بياسه، تكون عنده واحد 20 ولا 30 مزيان. ولكن باش تاخذ حتى خمسه من هنايا الدور هنا تبيع فيها 400 درهم، على ما في الاخر لما غتبيعها غتبيع العياد يعني زدتي عليه واحد 400 ولا 500 درهم. هو كيسوى 2000 درهم حتى ولا واخذ ب 4000 درهم 4500 درهم محشوماش. رساله ديالك؟ رساله اخويا الله شغنقول لك ما بغيناش ندعوا فيهم شي دعوه خايبه. الله يهديهم الله يهديهم. واخر اخر كلمه نشوف الدوله خصها تقنن السوق، خصها تقنن. لما قنن السوق يبقى ديما السيبه كاينه. السيبه اخويا انا كندير هوندا اخويا، كندير نقل بضائع، كنقول كنهز الحواله وكنديهم كنوصلهم لبلايصهم. الحمد لله كاين الرواج، هو كاين شويه رغله، كاين الثمن شويه طالع. الناس شاريه، الناس كتشري، كاين شرع، ولكن الناس مضروره فهمتي. كاين شويه رغله وبنادم لا يكلف الله كل نفس الا وسعها. تقريبا زيد واحد الحوالي اخويا زيد فيه النص بالنص على العام الاخر، ديال 120 العام اللي كنا كناخذوه ب 60، هذا العام راه بحال زيد النص بالنص. اللي كنا كناخذوه مثلا ذاك العام ب 40 دابا ولا داير 80، واللي كنا كناخذوه ب 60 دابا داير 120، يعني زياده ديما 40 30000 ريال في الحوالي. الثمن بقى هو ولا زدتوا على حساب الثمن؟ حنا الثمن ديال بالنسبه للهوندات العام فات كنا كندو بالثمن، ودابا هذا العام دينا بالثمن. هذا العام الثمن طايح شويه، كندو الحوالي حنا غير بالثمن الرمزي 100 درهم، اللي عنده شي خريف صار كندو ب 80 درهم على حسب كل واحد باش كندو لي الثمن. واش الناس زادت انتم ما طيحش زعما على حساب كتراعيو عباد الله؟ لا حنا هي كنراعيو العباد الله، كنديو مثلا ثلاثة الناس ولا أربعة الناس كنشركوهم، كنزيدوا هذا في هذا وكنتوكلوا على الله وصافي. هذا مناطق اخويا كندي في النواحي ديال كازا كامله، سيدي مؤمن، برنوصي، حي محمدي، كازا، عين حروده، بوسكوره، ضروا، اي منطقه في كازا كندور ان شاء الله. اللي غادي شي اتجاه اللي غادي شي وجهه كندور. والناس كتشري يوميا؟ يوميا الناس كتشري، يوميا الناس كتوصل لنا حتى 12 دلي حتى واحد دلي كتشري الناس. ولكن كاين الناس مساكنين ضروا، كاين اللي حاليا دابا مسكين ما عندوش باش يعيد، ربي اللي عالم به. كاين الناس دابا نيت هاد العيد هذا والله العظيم كاين اللي ما عندوش باش يعيد، ربي اللي عالم به. وكاين الناس اللي ميسوره ربي راه ميسر ليها، وكاين اللي ما عندوش الله غالب. كانت كدور شي على مواقع التواصل بان السوق طاح البارح. هو كاين واحد شويه السوق شويه نقص على 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 على, على, على قبل على حسب الايامات الاولى كان السوق طالع شاعل، هاد الايامات الاخرى ترخف ماشي تنقص غير ترخف شويه. غتكون ترخفات واحد 500 درهم ماكسيموم كاع، ماشي شي حاجه كثيره ولا 300 درهم. شري شي بابا. انا مازال على الله. تقدر العباد الله باقي ما شريتش، حيت انا خصني نصور باش نشري اخويا.
الله يحفظك. امين اخويا، الله يسهلك. صحيح عليكم السلام. مازال اخويا الاسباب هو الاشمينه الثمن اخويا كلهم الثمن. كسمع 180 160 اش تشري؟ شحال جات؟ اخويا هنا جاتنا 4000 درهم ما لقيناهاش. كتعطيها لي؟ وكتعطيها لي كيما كيهضر معاكم هو. كيقول لك ما كاينش الثمن كاع نهائيا في السوق، ما كايناش. شحال كيبدا لك هو؟ مناش كيطلع ديالك؟ اوه كيبدا كيقول لك اخويا من 160 عاطي معاك 120 140 بزاف اخويا. وكيفاش اللحيه مسكين تقلق راه تعصب. وصل الوقت حنايا والله العظيم. سير اخويا مكيس، السلام عليكم. والله اخويا احنا جينا ندوزوا الوقت وبغينا ندوزوا الوقت، ولا ما عندنا نشوف بحال تقدينا بحال ما تقديناش، لو ما خليهم يرجعوا محسن. لا انت زعما واش ما باغيش تعيد؟ وباغي نعيد، باش بغي نعيد، انا اصلا ما معيدش، انا جيت ناخذ الوالده. علاش ما معيدش؟ الحالة ضعيفة. شحال ديك الثمن هذا؟ هو ترى واصل 120 140، هادشي راه تيخلع. داك ديال 66 ديال داك العام طلعوا 120 دوبل، زايده 2000 درهم 2500. شحال زايده؟ 2000 درهم. وقاس حال الدرويش يا صاحبي، ما يعيطش والله ما غيعيط. والله. واش هادشي دايروا الشناقة؟ واش دايره العلم؟ واش دايره؟ والله ما عرفت واش دايره الدولة ولا دايره الشناقة، أنا ما عمرك غتفهم شي حاجة في هاد البلاد، غنديرها لك. من تيجي الحولي من ديال المستورد من برا تيجيب واحد الثمن وتيوصل لهنا لواحد الثمن ديال 60، ما تيبقاش اخويا يعني كاينه شي حاجه ماشي تلي. المهم هي المشاركه، تنتمنى الخوت عيدوا، واللي ما عيش راه بحال لا عيد، كل شيء مكتوب عند الله ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.